السلام عليكم، مرحبا بكم عند ام صالح القناه ديالكم. حتى نتوما لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تلقاكم بخير وعلى خير يا ربي. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو تاع كرانطيطه اللي يعني كامل في الجزائر يعرفوها، وبزاف بزاف نشروها من المحلات. على هذيك انا خيرت نجيب لكم لا غوسيت تاع المحلات، وان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. قبل ما نبداو ما نساوش الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه الف صلاه وسلام. نبداو بلا فيديو تاعنا، ما نسحقوش بزاف المكونات، المهم تبعوني باش تشوفوا كامل واش انا حندير. المهم انا عندي دقيق تاع الحمص، انا يا شريت هاد لا مارك، المهم شريتها غير هنايا. المهم نتوما تشرو اللي متواجد في بيان سور وين في المنطقه اللي تسكنوا فيها ولا في البلاد اللي تسكنوا فيه. المهم اي دقيق حمص تقدروا تستعملوه، هذا ما كان تحبوا تغلبلوه تغلبلوه. انا في الحقيقه قاعد نستعملوه هكذايا، ما عادش تحبب لي نورمال. ودوك نقول لكم علاش، على خاطر ديما نستعمل الماء الدافي، ما نستعملش ماء بارد. ديما كي ندير كرانطيطه في الوصفه تاعي نستعمل الماء اللي يكون دافي ماشي بارد. هذا ما كان. انا هنا عندي كيلة تاع الحمص مطحون ماشي معمره. الوغ بسم الله، كيما راكم تشوفوا هكذا هنايا واش نديرو. هنا ديريكت ندير معاكم نديرو 3 كيلة تاع الماء. شوفوا نسي نديرهم حتى انا مش معمرين كيف كيف هكذا. نحبس هنا بسم الله، وحده بهذه الطريقه. هذه طريقه بزاف سهله ومليحه بزاف وناجحه بزاف، وراح تخرج لكم ان شاء الله كيما تاع المحلات وتعجبكم كيما لا تعجبكم في المحلات. زوج بسم الله، ونزيدو الثالث. كيما راكم تشوفوا فيا مانيش نعمرهم بزاف، هكذا نحبس هنا يعني باش يجيني نفس الشيء. خطر الكيل بزاف مهم في الكرانطيطه تاعنا. 3 هنايا واش نزيدو نديرو، نضيفو ملعقه صغيره تاع الملح. تحبوا ديروا زوج ديروا زوج، المهم على حساب يعني افراد الاسره تاعكم اللي يحبوا الملح ولا ما يحبوش. هذا ما كان. بسم الله، الكرانطيطه كان على بالنا بلي كاين واحد العنصر مهم بزاف ما نقدروش كان نستغناو عليه، لا استغنينا عليه الكرانطيطه تاعنا ما تخرجناش تريح كيما الكرانطيطه اللي موالفين ناكلوها ولا موالفين نشروها من المحلات، اللي هو الكمون. نديروا ملعقه صغيره معمره، المهم انا عيني هي ميزاني بهذه الطريقه هذه لا كتشوفوا فيها. وهنايا بالفوي، تحب تستعمل البراميكسور تستعملو، انا قلت لكم غير بالفوي يعني، والحمد لله هذه يدوبلي كاع المكونات يدوبولي ما يخرج لي لا محبب لا والو. شوفوا نتوما بيان سوغ واش يساعدكم استعملوا. هذا ما كان. مهم نستعمل في الخلط واحد هكذاك 5 دقائق هكذاك، نحاولوا نخلطوا هكا مليح كما راكم تشوفوا. مهم ولا غير وصفه سهله بزاف، وكامل على بالي بلي كامل نحبوها وكامل تحبوها حتى نتوما. على بالي بلي الطريقه اللي درت لكم اليوم سهله بزاف، اقتصاديه بزاف، وما فيهاش بزاف بزاف المكونات. كما نعرفوا حنا الكرانطيطه يعني الماكله تاع الفقير والغني، يعني كامل الناس يقدروا يشروها ولا يقدروا يخدموها. المكونات ديالها ماشي حاجه اللي غاليه ولا حاجه اللي. خليو لي في لي كومونتير شحال راكو تشرو الحمص في الجزائر، على خاطر انا هنا شريتو شي غالي مطحون، على بالي في الجزائر يكون رخيص. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب تاعكم، تنال الرضا ديالكم ان شاء الله يا ربي، والرضا تاع ربي سبحانه. بيان سور ديما نحاولوا نجيبوا هكاك لي فيديو اللي يكونوا يعني وصفات اللي يكونوا مفيدين ويستنفعوا بهم كامل الناس. ديما نقول لكم المحتوى تاعي هو محتوى هادف بسيط ومفيد، ان شاء الله بيان سور يعجبكم. هذا ما كان. المهم كما راكم تشوفوا راهي تخلطت لي مليح، حتى داك الكمون وكامل تجانس لي مليح. كاين بزاف ناس يديروا في الكحل، تحبوا تضيفوه ضيفوه، المهم انا نعاد نخدمها غير بالكمون ما نكذبش عليكم. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هذه حاجه باينه. ما ننساوش الزيت، انا درت فنجان تاع لاتاي من هكا كيما راكم تشوفوا النص ديالو ما وصلش مام با النص هكذا. يعني واش نقول لكم، ديروا زوج مغارف كبار تاع يعني تاع الماكله تاع الزيت هكذا، باش ما نبحركمش بالوسمو بالكيل تاع الفنجان هذا، باسكو كاين اللي ما عندهمش نفس الفنجان وكاع يتيك هكا. كي نعطيكم هكا باش
يعني باش تفهموا اكزاكت واش حبيت نقول لكم. نواصلوا في الخلطه ديالنا بيان سو هكا بهذه الطريقه هذه، ما تخلعكمش كي راهي جاريه باسكو تشد روحها في سنيوه ان شاء الله يا ربي. هكذايا هنا واش نزيدو نضيفو، نزيدو نضيفو واحد الراس ملعقه كما راكم تشوفوا تاع الخميره تاع الحلويات هكذا. هذا ما كان ما تزيدوش فوق نص ملعقه، نصف ملعقه تكفيكم. نزيدو كيف كيف نخلطوها هكذا، اي مكون نديروه نخلطوه، نحاولوا ندمجوهم كامل كيف كيف بهذه الطريقه هذه بهذه الطريقه. سمحوا لي على الكازي تاع الضمام راه يخرج لكم. هنايا عندي حبه بيضاء تقدروا تستغناو عليها ولا حبيتوا. بصراحه المحلات لا بلوبار ما يديروش البيض، مي انا في الوصفه تاعي ديما ندير البيض. علاش؟ باسكو تخرج لي مليحه بزاف، ما نزيدش فوق بيضه وحده، ندير غير بيضه وحده لا فيغيتي. انا ضفت البيضه تاعي هاي اللي كيتبان لكم شويه، ودركا بيان سور نخلط مليح مليح هكذا. كما قلت لكم اللي ما عندهاش البيض ولا حاجه ما تستعمليهش اختي، نورمال حتخرج لك لا غوسات مليحه وماش حيأثر لك كامل، يعني نورمال. حبيتي برك الا ما عندكش البيض وعندك الخل الابيض تقدري تزيدي واحد الملعقه صغيره تاع الاخر، ملعقه صغيره تاع الخل. هذا ما كان انا نقول لكم سمحوا لي على الوسمو تاع الكوزينه اللي غادي يدير لي هكذايا المشاكل في الاضاءه في التليفون. المهم نحاول نبعد عليه شويه، نستعمل في التخليط هذا ما كان. المهم بعد ما تخلطوا لي كم مكونات راح نخليها ترتاح شويه. المهم انا راني خليتها ترتاح شويه وراني درتها في البلا تاعنا، البلا اللي عندكم تستعملوه صبغت له شويه تاع الزيت وراني درتها هكذا يدخلوها ترتاح واحد 20 دقيقه هكذاك. نسيت حاجه ما قلتها لكم سمحوا لي، زوج حاجات هما. شوفوا الفرن ديجا تكونوا سخنتوه على 170 درجه وتخلوه ما قبل ما تبداو كامل تخدموا فيها. الفرن تاعكم لازم ديروه يسخن كي تكملوا، يعني تجيكم هذاك ما كان تجيكم قد قد. الخميره تاع الحلويات لما درتوش البيض ما ديروهاش، هذا ما كان. وان شاء الله تكون وصلتكم الفكره. على هذيك ديما نقول لكم تفرجوا فيديو من الاول للاخر، علاش الواحد باش يفهم اكزاكت فهذيك الوصفه واش فيها، باش في النتيجه النهائيه اذا عجبته وجربها تنجح له 100% بحول الله تعالى. انا المهم راح نرجع لكم حتى طيب. المهم انا راح نخليها طيب من تحت ونخليها طيب من الفوق، كلش راح تدي لي واحد نص ساعه هكذاك 40 دقيقه. هذا ما كان، ان شاء الله كي توجد نولي لكم ان شاء الله بحول الله تعالى. المهم تبعوا الوصفه من الاول للاخر وان شاء الله هنايا هذه هي النتيجه النهائيه كما راكم تشوفوا، خرجت ما شاء الله يعني شابه بزاف. دات لي واحد 40 دقيقه هكذاك، خرجتها طابت من تحت ومن الفوق على 170 درجه تقريبا 20 دقيقه من تحت 20 دقيقه من الفوق. المهم عينكم هي ميزانكم على حسب الفرن اللي تستعملوه. هذا ما كان هكا، دوك نقطعوها ان شاء الله، دوك نقطعها وراح تشوفوا ان شاء الله النتيجه النهائيه بحول الله تعالى. نتمنى ان شاء الله الوصفه يعني تنال الاعجاب تاعكم وتعجبكم بزاف وتجربوها، والاهم الاهم الاهم هي تعجبكم وما فيهاش بزاف المكونات، يعني ما فيهاش هكا حاجات غاليين ولا حاجه، غير سهله هكا. حتى البيض ما درتش بزاف في وحده، الحليب ما درتش كامل، بصح النتيجه بزاف مليحه. هنا كما انا شفتو قطعتها جات ما شاء الله مازالت سخونه، شوفوا كيفاش. المهم كي تزيدو تخلوها تبرزي تجي خير، يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا رطبه والبنه ورائحه ما نحكي لكمش ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم، يعني سهله بزاف وبنينه بزاف كما راكم تشوفوا، يعني ما شاء الله. نتمنى الوصفه تاع اليوم تجربوها، الى عجبتكم ما تنساوش تخليوها لي في لي كومونتير ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وكما قلت لكم يعني مكونات سهله بزاف، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير. ولي ما اشتركش لي ما اشتركتش مرحبا بكم، شاركوا الفيديو تاع اليوم مع الاحباب والعائله تاعهم من فائده للجميع هكا، باش بزاف الناس اللي جربوها ان شاء الله ان شاء الله تنجح لهم كما نجحت انا معايا اليوم. والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.